كيف الجول كيف الجول كيف الجول كيف الجول واحد حمول جول ناصر العربينية قريبه أحبتنا في كل مكان، أرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكرة أهداف. تبقى مسابقة كأس أمير البلاد حفظ الله ورعاه لكرة القدم من أغلى الكؤوس وأغلى البطولات، والتي يتشرف الجميع أن يفوز بهذه البطولة القالية على نفوسنا جميعا. حديثي في حلقة اليوم لن يكون بعيدا عن أغلى الكؤوس في الكرة أهداف. من البطولات المميزة التي لا تسقط من الذاكرة لقاء العملاقين العربي والقادسية في موسم 91-92، المباراة التي شهدت حضورا جماهيريا كبيرا في تلك المرحلة. وكما تعرفون مباريات العربي والقادسية لها مذاق خاص لدى الجماهير الرياضية. الملعب امتلأ قبل المباراة تقريبا بساعة ساعة ونص ما في مكان، وكانت النجومية في تلك المرحلة نجومية كثيرة جدا من كلا الفريقين. وتذكرون هدف محمد جاسم بن حيي من الأهداف الجميلة التي كانت في تلك المباراة، إثارة المباراة، التعادل، ثم تسجيل فاضل مطر هدف الفوز. أمور كثيرة حدثت في تلك المباراة بالتعليق الرائع لخالد الحربان، بالحضور الجماهيري، في الإثارة المميزة، وكان الفوز عربويا. دعونا نتوقف أمام نهائي كأس أمير البلاد حفظ الله ورعاه لكرة القدم في تلك المرحلة. لعبة الكورنر اللعب وبشيلها عاشور توصل إلى وبشوت جول. الله 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 يا حمود يا جاسم، الله يا محمد جاسم، حتى قوية حتى قوية في الدقيقة 6 في الدقيقة 6 محمد جاسم قوية على بعد حوالي أكثر من 35 ياردة. محمد جاسم محمد جاسم شوف 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 هي على صدره وشوف شوف بتمر في الزاوية 90 جول في الدقيقة 6. بيحاول ان العربي يضيف أكبر عدد من اللاعبين في خط الهجوم حتى يستفيد من قوة أسامة حسين في الهجوم. كرة اللعب عالية وكرة بيشيلها دفاع القادسية وتوصل ناحية اليمين، كرة مع أسامة، كرة في عرض الملعب، جول جول جول. أسامة مفتاح اللعب، أسامة حسين مفتاح اللعب وبيلعبها. شوف شوف فاضل مطر بيحطها بالزاوية، شوف جازها العنزي نفسيا رد عبد العزيز عاشور، لمس الكرة عبد العزيز عاشور، وين يحطها عاشور؟ وين يحطها؟ جول جول عاشور، جول عبد العزيز عاشور، شوت محمد جزم، شوت صدها صدها باشا محسن باشا جول. هنا 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 محمد بن ايان وسمير سعيد ومحمد والعربي وسمير سعيد هو اللي انقذ العربي. في موسم 92-93 لم تتمكن فرق الصدارة وفرق الكبار كما يقبلون العربي والقادسية والكويت في الوصول إلى المباراة النهائية.
لبطولة كأس أمير البلاد حفظ الله ورعاه لكرة القدم، فوصل إلى المباراة النهائية فريق السالمية واليرموك. السالمية في تلك المباراة النهائية كان متوهجا بنجومية كبيرة جدا من اللاعبين المميزين، وسيطر على البطولات وحقق نتائج طيبة في تلك المرحلة، وحتى حصل علي مروي وجاسم الوهيدي كان هدافين هذه البطولة. لعب أمام اليرموك وكانت النتيجة في المباراة النهائية نتيجة قاسية، وكان الفوز سلماويا بخمسة أهداف للا شيء. دعونا نشاهد. لي كرة اللعب توصل ناحية اليسار، ملعوبة لعلي فلاح، علي فلاح لاعبها لعلي مروي، كرة ما عم يحطها في الجول، جول في الربع ساعة الأولى علي مروي، علي مروي جيت لكم، كرة مع الهويدي، ماخذها ماجي الهويدي، كرة معاه جاسم الهويدي، كرة معاه لاعب الهويدي ومرة الهويدي وبيحطها الله، وبيتابعها وبيتابعها ما طلع، تابع علي مروي مرة ثانية، وعلي مروي بيتابعها بيطلعها علي مروي، وبيطلعها علي مروي عرضية، جول الله، المرطة نواف المرطة، الخضري والخضري لاعبها إلى عادل يوسف، وعادل لاعبها إلى علي مروي، وعلي مروي لاعبها مرة ثانية تقول لهويدي، لهويدي كرة مع لهويدي، لهويدي جول، لهويدي لهويدي جول، كرة مع الهويدي توصل الهويدي، كرة مع الهويدي، الهويدي كرة مع الهويدي وبيلعبها جول الله، هيا 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 يا الهويدي يا الهويدي يا علي مروي لاعبها الى باسل عبد النبي، باسل لعبها في العرض توصل بيحطها جول، جول الهويدي في موسم 93-94 وصل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس أمير البلاد حفظ الله ورعاه لكرة القدم فريق القادسية والتضامن. في تلك المرحلة كان فريق التضامن مزدهرا في النجومية الكبيرة التي كانت موجودة في تلك المرحلة، وكان القادسية صاحب التاريخ والإنجازات المميزة، وكان تألقا واضحا لعبيد هندسة أو عبيد الشميري لاعب القادسية في تلك المباراة. كانت مباراة مثيرة وكان الفوز بالكأس باللون الأصفر. دعونا نشاهد الدقائق المتبقية، السبع دقائق بالتعادل، كوني أقول هل تنتهي الدقائق السبعة من هجوم التضامن الضيع، توصل لي عبيد إلى علي بوسواهي، علي بوسواهي يحاول فتحة بوسواهي، سجل علي بوسواهي الهدف الثاني. في نهائي كأس أمير البلاد حفظ الله ورعاه لكرة القدم موسم 94-95 التقى في المباراة النهائية فريق كاظمة والعربي. والعربي وكاظمة في المباريات النهائية وخلال السنوات في منتصف الثمانينات حتى التسعينات كان فريقان متنافسان على البطولة. كاظمة كان مميزا في النجومية الكبيرة التي كانت موجودة، ليس كاظمة الآن ولكن النجومية المميزة التي كانت تزدهر فيها نادي كاظمة، تذكرون فواز بخيت، خالد الفضلي، بدر حج العصفور، يوسف الدوخي، عبد العزيز الهندي، أسماء كثيرة ربما تسقط من الذاكرة بعض الأسماء، لكن على سبيل المثال مع احترامي لكل النجوم الذين برزوا وتألقوا وكان لهم حضورا مميزا في تلك المرحلة. وكان المتألق كالعادة عصام سكين الكندري لاعبا مميزا هدافا، وفاز نادي كاظمة ببطولة كأس الأمير بهدف عصام سكين. دعونا نشاهد بيد اليمين رافعها زيادة، معناها الجهة الثانية الأبعد على أساس أنه يوضح حق الجمهور، وملعوب الكرة عصام سعد شايدة، جول 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 جول، حلوة ملعوبة بينية عصام سعد سكين. في موسم 95-96 وصل للمرة الأولى فريق نادي الجهراء للمباراة النهائية لبطولة كأس أمير البلاد لكرة القدم،
وكان الجهراء في تلك المرحلة مزدهرا في النجومية الكبيرة بالنجوم. تذكرون اللاعبين اللي تألقوا في تلك المرحلة؟ كان خالد الجرار الحسيني، كان وائل سليمان الحبشي، كان نواف جابر، كان نواف الجديد، كان الحارس أيضا فلاح دبشة. ما يخالف قلنا احنا بعض الأحيان نطرح حق بعض الأسامي ربما ننسى بعض الأسامي، ولكن كان فريقا مميزا بالإضافة إلى سلامة هادي وفلاح فرحان وفهد علي المطيري ومجموعة من اللاعبين، وقدموا مباراة مميزة الجهراء. ولكن العربي صاحب التاريخ صاحب البطولات استطاع أن يحصل على كأس البطولة ويذهب به إلى منطقة المنصورية. دعونا نشاهد أهداف تلك المباراة. وحاول خالد الجرار يتقدم من كرة، هذه لعبة عرضية ويعكس الكرة وخطر بالمرمى، جول! كرة واضحة إنها جول وبنت جول قبل أن تدخل جول. وختام ناجح للموسم الرياضي، وتلعب الكرة توفيق بلاغة عبد العزيز، راح يرفع يلعب بيني حلوة بلعبه خطر العربي، العربي توفيق بلاغة الزاوية الثانية بعيدة، جول! الزاوية بعيدة جول، واضحة الزاوية بعيدة جول، توفيق بلاغة عبد العزيز عاشور يهيئها، وهذا توفيق بلاغة 1-1. عدينا ان مساحه فاضيه، فبالتالي داز الكره على طول يلعبها وشايد بالمرمى، الله الله تابعها حسين الفلجاوي، هذه المتابعه والوقت الثاني يسجل هدف العربي حسين الفلجاوي الذي انضم من خلال شهر مع النادي العربي الاخير. في موسم 2018 في نهائي بطولة كأس أميري البلاد حفظ الله ورعاه لكرة القدم، التقى الكويت والعربي، والكويت في تلك المرحلة كان ولا زال فريقا مميزا بالتنافس الكبير. الكويت لم يسقط من تاريخ البطولات منذ أن بدأت البطولة كأس أميري البلاد حفظ الله ورعاه لكرة القدم، أيضا حتى بطولات الدوري، وصاحب التاريخ والإنجازات الكبيرة وسيطرة. وتذكرون خلال السنوات الأخيرة كان التنافس لفريق الكويت والبطولات التي حققها عن جدارة واستحقاق. لعب أمام النادي العربي في نهائي بطولة كأس أمير البلاد لكرة القدم موسم 2018، وكان الفوز بثلاثية لفريق نادي الكويت. دعونا نشاهد. إلى الهازري جهة اليمين، يلعب كرة عرضية محاولة، لكن تغطية من شاري الكندري، يتابعها فهد العنسي، كرة لصالح نادي الكويت، ممكن تكون أيضا خطرة، خطرة، الله متابع، جول 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 أول لصالح نادي الكويت. فهد الهجري بيحاول يمر من عيسى وليد، الهجري بيرجعها، خطرة لبريتشي، ممكن يستبدلها لكن بيشيلها، بيتابع لنزي، بيبعدها مرة ثانية، الله جمعة سعيد أتى بالخبر السعيد ليكمل مشوار الاهداف. الجزاء، فهد العنزي بيلعب عرضية خطرة، اضرب كرة، الله جول! احبتنا في كل مكان، وصلنا معاكم نهاية برنامجنا الكرة اهداف. حديثنا اليوم كان عن اغلى الكؤوس، بطولة كأس اميري بلاد حفظ الله ورعاه لكرة القدم، هذه البطولة التي نعتز فيها، التي يتشرف فيها الرياضيين بتواجد سمو الامير، هذه البطولة تبقى عزيزة. اتمنى ان شاء الله وفقت في حلقة اليوم، غدا سيكون لنا موعد جديد، مع السلامة. وجاسم شاف في الجول، الجول شاف في الجول، جاسم يحمل المحمولة، واحد حمل الجول، ناصر العربينية قريبة، جاسم جول، تخيل.